انا مش متهم. ما انت قاعد تتكلم. انا بقول لك اللي انت بتثبت عليه شيء حاكمه. احنا عندنا في عندنا قانون بيعني بالمسؤوليه الطبيه وبيعني بالتجاوزات. نعم. هذه وفي اطر مؤسسات. انت كنائب لك حقك انك تعرض اللي انت بدك اياه، لكن انا ارفض الاساءه لقطاع. انا عم بلمس فيه امل بالنسبه للناس الموجوده فيه، وبلمس فيه نوع من انواع التحسن. وانت مطالب كما انت تكشف الفساد انك تدعم هذا القطاع بصوره او باخرى بما يضمن ثبوتيه هؤلاء الكوادر التي تحافظ على الخدمه للمواطن من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. نعم. هذا ما اطالب فيه، لكن انا أرفض أي شكل من أشكال الفساد، أرفض أي شيء من شد على يد الفساد ويوقف معه، أرفض أي طبيب وين ما كان يكون. أنت تستخف بما قدمه سعادة النائب من حقائق. أنا بقول لك لست من يحدث. هذا فساد من نوع عزيزي يعني. اسمعني. فساد طبي. الحياة وموت. كل القنوات التي تتبع هذه لها قنوات قانونية ولا لا؟ أنا مستعد إن أنا أقول لك بالنسبة لقانون المسؤولية الطبية. نعم. بقول لك لا تفشي الأسرار حددنا، وبقول لك أنت خلي اللجنة الفنية تحكم إنه في خطأ ولا لا. يبدو بأن الإجابة أنت غير مقتنع بما أنا مش مقتنع يعني أنا تفاجأت لله. نعم. إنه يكون في يعني بالعكس أنا بحترم النقابة وبرفض اي انسان يسيء للنقابه. سعادتك بس خليني اكمل. خليني اكمل، وانا محترمك وانا قلت لك انت طبيب محترم وكل اللي بعرفه انك محترم، لكن انا من ولكن حقي كنائب اتهمته بانه طرف يعني وكانه جزء من هذه الجريمه. هو اتهم حاله. نعم. انا من حقي ان اقرر كيف اسلوب الرقابه تبعي. نعم. انا اسلوب الرقابه تبعي اول شيء براقب الحدث.